والظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله، لا يغفر الله لمن مات عليه، وهو ماذا؟ هو الشرك. قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، فهذا لا بد من الاختصاص. والثالث ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكن إن مات على التوحيد فإنه لا يخلد فيه في النار، فإنه لا يخلد في النار.